الموسيقي الاجتماعي للمؤسسة. صراحة مفرح جدا هذا النشاط وهذا الحيوية وهذا الإبداع، خصوصا الإبداع المسرحي اللي شفته قبل قليل. المواهب كبيرة بزاف اللي كتبين أنه ماشي بالضرورة غادي يكونوا دي زارتيست مستقبل والفنانين، وغادي يكون عندهم الروح ديال الإبداع والروح ديال التواصل والفصاحة إلى آخره. زعما أنا تفاجأت من المستوى الفني اللي كاين، وأيضا وقفت على القيمة ديال التأطير اللي كاين في المؤسسة. كيبان كلشي كيبان بأن كاين واحد المجهود كبير اللي كيبذلوه لا المسؤولين اللي كيتابعوا هذه المؤسسة ولا الجمعية اللي خدت العاتق ديالها باش تسير هذه المؤسسة. فنتمنى ما تكونش آخر زيارة ديالي، أنا مستعد نحضر معكم إن شاء الله في أنشطة أخرى. شكرا للسيد ياسين أحجام المحبوب والنائب.